للسنة العاشرة على التوالي حصل شاطئ أركمان بإقليم الناظور على علامة اللواء الأزرق الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء وكذا المؤسسة الدولية للتربية على البيئة. وقد نظم في شاطئ أركمان حفل تم خلاله رفع اللواء الأزرق وذلك بحضور ممثلي السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وشخصيات أخرى. هذا المجهود الذي أتى يعني هو مستمر ومتواصل في أجل الارتقاء بهذا الشاطئ المستوى المطلوب ومن أجل استجابة المعايير الدولية. هذا العام إن شاء الله إحنا كنرتقموا إن شاء الله باش أنه نحاول نتنافسوا بحرارة باش على الحصول على الجائزة، جائزة للا حسناء الأميرة للا حسناء، جائزة الشواطئ النظيفة. ويأتي منح هذه العلامة الدولية لهذا الشاطئ بالنظر لالتزامه بالمعايير المحددة من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية على البيئة، خاصة منها تلك المتعلقة بجودة مياه الاستحمام والتخصيص والتربية على البيئة والصحة والسلامة. شاطئ قرية أركمان كيتعتبر من أحسن الشواطئ اللي في المغرب، عنده واحد الرمال الذهبية. احنا جلنا في المغرب ولكن ملي كنجيو للقريه واحد الاحساس اخر. الحمد لله كاين مجموعه من المرافق هنا، الاكل موجود، اي حاجه بغيتيها كتلقى. وسيتم هذا الصيف ب 28 شاطئا اضافه الى مينائين ترفيهيين رفعوا علامه اللواء الازرق الدوليه كدلاله على جوده هذه الفضاءات للاصطياف الامن.